الهاتف معايا الآن الكابتن الكبير كابتن محمد عودة المدير الفني لفريق الهلال الليبي. يا كابتن محمد منور ومشرف. يا كابتن كريم اشكرك على المقدمة الجميلة دي، وانا ما استحقش الكلام ده كله حبيبي. ده اقل من حقك. لا بجد انت اخ جميل وحاجة جميلة وبتشرف اي حد. اقل من حقك. اقل من حقك ووحشنا جدا. وفكر بس الناس ان انت عملت انجاز تاريخي مع الهلال الليبي هذا الموسم، الوصول للمركز الثالث، الوصول للكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، إنجاز يعني إنجاز عظيم جدا. وكعادتك يعني أنت خطواتك دائما خطوات ناجحة وفيها توفيق كبير يا كابتن محمد. والله الأول حاجة بنحمد ربنا الحمد لله وفضله اللي احنا وصلناه ده، إنما طبعا المنظومة كلها ساعدتني. كان معانا رئيس نادي جديد كابتن علي الشريف، ده كان لعيب كابتن الفرقة ومرة واحدة بقى رئيس النادي عنده 32 سنة 33 سنة، بصراحة كان في ظهرنا وفاهم ودعمه لينا والمجلس الإدارة واللعيبة والجهاز الفني والإداري، بصراحة منظومة متكاملة، فده اللي حقق النجاح والله يا كابتن كريم. فبنحمد ربنا على اللي احنا وصلناه الحمد لله. الخطوة يا كابتن محمد، الخطوة، أنت ليه خدت خطوة الهلال الليبي الخروج من الدوري المصري وأنت مدرب أصبح لك سمعة كبيرة في الدوري المصري، ليه خدت الخطوة ديت؟ والله انا مش غريب على الدوري الليبي يا كابتن كريم، انا مسكت الاهلي والحمد لله كنت ماشي بيه اول لغايه ما الدوري اتلغى، والحمد لله دخلت بيه بطوله افريقيا لابطال الدوري طبعا، ومسكت النصر الحمد لله برضه كنت ماشي بيه اول لغايه الدور الاولاني وسبتهم بين الدورين، والحمد لله برضه دخلت بيه بابطال الدوري ولعبت بيه في افريقيا معاهم مع النادي النصر ابطال الدوري. يعني لعبت انا ابطال الدوري مرتين، مره مع الاهلي ومره مع النصر. المرة دي بس كل سنة ما بينهم بنزل على نادي في مصر، يعني سنة نزلت على بتروجيت، سنة نزلت على المولين، وسنة نزلت على المحلة. السنة دي الحمد لله رحت الهلال الليبي. أنا ليه خلينا أروح الهلال الليبي مع إنه كان قبل الأخيرة كابتن كريم، أنت متخيل؟ صحيح كان كان بعد خمس ماتشات وعندهم نقطة واحدة وهو قبل الأخير. قعدت مع رئيس النادي وأنا عارف إن الهلال الليبي نادي محترم، نادي هادي ما فيهوش مشاكل، فده اللي خلينا وافق واطلع انا على طول. فالحمد لله سافرت واشتغلت واجتهدنا والحمد لله نقلنا الفرقه، الحمد لله طورنا والحمد لله الفرقه في حته ثانيه خالص. انت عارف يا كابتن كريم ان الدوري الليبي مجموعتين، مجموعه بني غازي ودي على حدود مصر، ومجموعه طرابلس على حدود تونس، فطبعا المسافات كبيره ما ينفعش كل اسبوع تروح تلعب ماتش، للمسافه حوالي 1000 او 1200 كيلو. طب ياخد اول وثاني وثالث من هنا واول وثاني وثالث من هنا، الحمد لله فنشنا ثاني مجموعه ودخلنا السداسي اتلعب في تونس وفنشنا ثالث الدوري، والحمد لله دخلنا الكونفدراليه الحمد لله ربنا كريم، والحمد لله من فضل الله عليا خدت احسن مدرب السنه دي. احسن مدرب في الدوري الليبي طبعا طبعا، احسن مدرب في الدوري الليبي. طيب كابتن محمد انت مستمر مع الهلال الليبي؟ والله لغايه دلوقتي انا مستمر معاهم بس لسه ما جددتش، انما الفرقه جت لي النهارده اول يوم في المعسكر ليا. رئيس النادي مستنينا في ليبيا ان شاء الله، لما اروح ان شاء الله اجدد ليبيا بعد. هنقعد مع الفرقه هنا. المشكله بس يا كابتن كريم الوقت، الفرقه جت لي النهارده اول يوم امرن الفرقه النهارده وعندنا ماتش بعد 15 يوم مع بطل كينيا في نيروبي. فالمشكله في 15 يوم مطلوب مني اعمل فيهم ماتشات وديه، مطلوب مني اجهز لعيبه بدنيا وفنيا. المشكله بقى الكبرى ان حوالي بتاع ست لعيبه عندي العقود بتاعتهم خلصوا من اللعيبه القومي الاساسي، مشوا بقى لهم عقود كبيره ما بين الاهلي ومشوا وسابوا الفرقه يعني. بس انت راجل بتعرف تشتغل في الصعوبات دي يا كابتن محمد. والله الحمد لله احنا بنتهد يا كابتن كريم زي ما حضرتك عارف، وبنشتغل وفي الاخر توفيق ربنا ان شاء الله. فاحنا مسافرين ان شاء الله يوم 16 وعندنا الماتش يوم 18 ان شاء الله في نيروبي باذن الله، والعوده يوم 27 عندنا في ليبيا ان شاء الله. هنشوف لاعبين مصريين موجودين في الاهلي ليه بالموسم اللي جاي؟ والله انا لسه ليا اثنين بس هو التأييد اتقفل عشان انا انت عارف اول مره نخش فدخلنا دور ال 64 فالتأييد كان من اسبوع فما لحقناش نأيد اللعيبه ونجيب لعيبه. فان شاء الله اعدي الماتشين دولت والتأييد هيفتح تاني وباذن الله ليا صفقتين وان شاء الله ممكن يبقوا اثنين لعيبه مصريين باذن الله اجيبهم معايا. يعني انت في عينك على لاعبين مصريين؟ عيني مع كذا واحد واتكلمت مع كذا واحد يعني كده فلغايه ما اشوف بس اعدي الدور ده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عندك عروض في مصر هنا يا كابتن محمد ولا ما فيش عروض؟ لا والله جالي ناديين بس ناديين تحت فانا ما يعني ما وافقتش. انا مش عايز اتعب الحمد لله احنا
فريقي داخل افريقيا وكده، فقلت لو جت لي حاجه كويسه هقعد في مصر. ما جاليش حاجه من الفرق اللي انا اشتغل بيها، ومش عايز اقعد بقى امسك في الفرق اللي هي بتنافس على الهبوط والكلام ده. فقلت لا الحمد لله، انما جالي الاتحاد الليبي، وده نادي كبير قوي في ليبيا زي الاهلي والزمالك، وبرقم خيالي يعني رقم كبير. كلمت اداره النادي عندي بصراحه، والناس اقتنعوا وقربوا لي الرقم بتاعي شويه يعني. الحمد لله انا مبسوط قوي في الهلال ومع مجلس اداره الهلال، فانا الحمد لله قررت ان اقعد السنه دي في الهلال الليبي باذن الله ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن محمد عوده المدير الفني لفريق الهلال الليبي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واتمنى لك دايما كل التوفيق. واحد من الاشخاص المحترمين جدا، مدرب كبير يعني، مدرب مصري مشرف جدا.